السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال. كل سنة وانتم طيبين. خلاص رمضان فاضل له شهر وبنبتدي بقى نعمل تجهيزات رمضان، ومن ضمن التجهيزات دي الطحينة. لازم تعملي الطحينة قبل رمضان كده عشان بتخش في السلطات وفي حاجات كتيرة احنا بنعملها في رمضان. هنعمل بقى النهاردة الطحينة بطريقة حلوة وبكمية كمان كبيرة. معايا هنا ده سمسم ابيض مش متحمص، طبعا الكمية اللي انتي عايزاها. انا هنا معايا نص كيلو سمسم، انا بعمل كمية كبيرة علشان تكفيني وقت طويل. ده سمسم ابيض متحمص. اول حاجة كده نسمي الله بقى ونبتدي. الطاسة بتاعتي هحط فيها السمسم اهو، وهحمصه تحميصة كده، مش هحمصه، هسخنه عشان لما اجي اعمله في المطحنة يتطحن والزيوت الطيارة اللي فيه تطلع وما يتعذبكيش وانت بتطحني. زي ما انتم شايفين كده حبايبي، انا حطيته على النار وهبتدي ان انا احمصه. طبعا السمسم ده انا جايباه نظيف متنقي، نوعه هندي، لان السمسم البلدي بتاعنا مش بيبقى متنقي، فبتقعدي تنقيه، فانا بجيب بصراحه الهندي دوا، بيبقى نظيف مفيهوش اي حاجه. قلبه كده كويس، سخنته كده اهو، هو ده بقى شكله. خلي بالك ان هو ما يتحرقش منك، هو اغمق بصراحه شويه من في الكاميرا، بس فرق الاضاءه. هحط بقى السمسم جوه المطحنه واطحنه كويس جدا. عايزه اوريكي شكل السمسم بعد ما يتطحن، عشان دي خطوة مهمة جدا، لازم تنعمي السمسم جدا لحد ما يوصل معاكي ان شكله يبقى عامل زي العجينة. شوفي كده، هي اتحولت لعجينة، بصي طلعيها بالمعلقة كده تطلع. هو ده القوام اللي احنا عاوزينه، تبقى عاملة زي العجينة كده. دلوقتي بقى بعد ما عملت السمسم كله النص كيلو بقى بالشكل ده، فاضل خطوتين. اول خطوة انك تضيفي الزيت وقد ايه مقداره، والدقيق وقد ايه مقداره. طيب يا ستي، بالنسبة للزيت هنقول كوبايتين، وهتشوفي السمك تقيل ولا خفيف. لو السمك تقيل هنزود شوية كمان. في حاجة تانية مهمة، نوع الزيت بيختلف، يعني متحطيش زيت قلي وتقولي عايزة الطحينة يبقى طعمها حلو، لا، هتختاري زيت عباد يكون نوعه كويس، يعني مثلا زي الكريستال، النوع ده كويس، وتجيبي منه اللي هو العباد مش الذرة عشان بيبقى اخف. وفي حاجة كمان، نوع الدقيق، تختاري نوع دقيق كويس عشان برضو يدي طعم حلو. هنحط قد ايه دقيق؟ هنحط كمان كوبايتين دقيق، يبقى هنحط كوبايتين زيت وكوبايتين دقيق والسمسم دول، وكله في شفشق الخلاط وتخلطيه. يلا نروح نعمل على طول. سهله جدا، لكن في حاجات كتير بنعملها غلط بتخلي طعم الطحينه يا غامقه يا طعمها وحش. هعاير كده كوبايتين زيت، بسم الله، ادي اول كوبايه، وادي الكوبايه الثانيه، وهنشوف لو كنا عايزين زيت تاني ولا سمكها هيبقى حلو. تمام، وبنفس الكوباية اللي عايرت بيها الزيت هي اللي هعير بيها الدقيق. ادي اول كوباية، وادي الكوباية التانية، واروح على طول دلوقتي بقى اشغل الخلاط واخفقهم واخلي كل المكونات تندمج مع بعضها. يا سلام، مفيش اجمل من كده. بصي عملت قد ايه الشفشق ده، شفشق الخلاط لتر ونص، عملت حوالي لتر. بصي هوريكي بقى القوام بتاعها، فضيها في حاجه اوريكي القوام. الاول كميه الزيت اللي انا استخدمتها الكوبايتين اللي احنا عايرناهم سوا، وكان باقي حوالي معلقتين ثلاثه في الازازه انا حطيتهم برضو. بصي بقى نشوف القوام سوا بقى عامل ازاي. شوفي بقى الجمال، بصي القوام عامل ازاي. وعملت لنا كمية كبيرة جدا،
شوفي قد ايه. البوله دي بتاخد كيلو، عمل الكيلو، في شويه كمان في شفشق الخلاط باقيين. شوفي بقى الجمال، بصي ولونها فاتح وبتلمع اجمل كمان 100 مره من العلب اللي بتتجاب من بره البطرمانات. ودي بقى لما بتقعد الزيت مش بيطلع فوق وهي تركن تحت الطحينه، لا، علشان دي سمسم فيها نسبه السمسم اكبر من الدقيق، لكن طبعا اللي بيعملوه من بره بيحطوا دقيق بيبقى كتير قوي. ويا رب تجربي بقى الطريقه دي وتعجبك. وما تنسيش بقى لو اول مره بتشوفي القناه تشتركي في القناه وتفعلي الجرس. ويا رب اكون ضيفه خفيفه عليكم، وبالف هنا والشفا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.